ببلد ملطخ بالدم بعدد الضحايا والجرحى وتاريخ سدته الحروب، أصبحت السينما اللبنانية مرآة للوضع اللي مر فيه البلد. فكثرة الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية اللي تناولت هالموضوع بطريقة أو بأخرى، آخرهم كان الفيلم الوثائقي الجديد للمخرج هادي زكاك اللي تناول موضوع الحرب اللبنانية بطريقة جديدة وغير اعتيادية. هادي زكاك اللي اشتهر بتناوله دائما الحرب اللبنانية بجميع أفلامه الوثائقية، اختار هالمرة سيارة المرسيدس لتخبر عن تاريخ الحرب، هالسيارة الألمانية اللي تطورت مع مرور السنوات واللي كانت دائما موجودة بجميع مراحل التاريخ اللبناني. فحمل الفيلم الوثائقي الجديد عنوان مرسيدس اللي عمل عليه مع مجموعة من أهم الأسماء اللبنانية. تاريخ الأفلام الوثائقية يعني بتعرف صرت عمل فوق 20، ما بعرف هذا يمكن 26، بس ميزته هذا أنه أول واحد طويل، فيلم طويل، بما أنه الأكترية قبل كانت مدتهم تتراوح بين 52 دقيقة أكثر شيء، هون صرنا بال 68 دقيقة، و 68 دقيقة بيعالجوا 60 سنة من تاريخ لبنان. لأنه بهذا الفيلم جمع كل المواضيع اللي كتير بتهمه، وبيحكي يعني يمكن لأنه زهق من البشر، هو قال أنه تعب من كل هالناس اللي بتضلها بطائفيتها ومشاكلها بلبنان، قرر يشتغل مع السيارات. السيارات يمكن هون اللي كتير حلو بهذا الفيلم، أنه بخلوك تحس أشياء يمكن البشر بطلوا يخلوك تحسيها. أنا على هذا الفيلم اشتغلت الساوند ديزاين والموسيقى، موسيقى الفيلم. تجربة فريدة جدا مع هادي، أنا وهادي صرنا شغلين عدة فلومة مع بعض، وطبعا بكل فيلم عم نشتغله سوا بعتبر إنه عم نعمل خطوة جديدة، لأن عم ضل نعمل ريشيرش على شغل. إنه أول فيلم يعني دارك ساد تشتغله مع هادي زكاك، ونحن يعني بنعشق الشغل معه. هادي إنسان مبدع حساس كتير، وبعتقد هذا الشيء بيظهر طبعا بفلومته. فيعني كان لنا كان عدد من التجارب معه بأفلام وثائقية، إنما هيدا كان هيك عنده ذلك رونق خاص. هذا فيلم بلشنا فيه من تقريبا 3 سنين أو أكثر، واشتغلناه على الرواق. هادي من المخرجين يلي ما ممكن يزعج منتج وما بحسسه بتقل إنتاج الفيلم، وبيعطيه نتيجة بالآخر. فأنا كتير راضي وبتمنى أنه كل الأفلام يلي رح نشتغلها بالمستقبل تمرق بهالسلاسة اللي شغل فيها مرسيدس. من بعد عرضه بمهرجان دبي السينمائي، تم عرض فيلم مرسيدس لأول مرة أمام الجمهور اللبناني بصالة عرض المتروبوليس، فاستقطب إعجاب الجمهور اللبناني اللي تابع لأول مرة بتاريخ السينما اللبنانية فيلم تناول الحرب بطريقة خفيفة ومضحكة، وكان بطله سيارة المرسيدس. فيلم هادي عمل عرضه العالم الأول بمهرجان دبي السينمائي وحاز على جائزة الفبريسكي برايز. فبريسكي هي جائزة النقاد يلي موجودة بمعظم المهرجانات، وهيدا مثل وسام للمخرج انه النقاد بيعطوه الجائزة، فكانت جائزة معنوية مهمة جدا للفيلم. وهالفيلم فريمان بيعبر عن شيء ما بنلاحظه مع انه بنعيشه كل يوم بحياتنا، وهي قديش شركة المرسيدس مسيطرة على حياتنا وعايشت معنا كل هالفترة بالحرب وبالايام السلم. حبيت كيف ربط المرسيدس بكل حياتنا، بالحرب، بالفرح، بالحزن، بالدمار. أصلا المرسيدس هي جاي من بلد دمر بالكامل اللي هو ألمانيا، فالعلاقة مع لبنان كانت قريبة وحلوة عضوية، وفي ذكاء بالتعليق، في ذكاء باستخدام الموسيقى. قوة هالفيلم بفكرته انه شخصياته سيارات، سيارة المرسيدس العلاقة كتير وطيدة بذاكرتنا بواقعنا، لأن في سينما، في صورة وزوايا وألوان، في سينما. بظل كل هالأحداث الأمنية اللي عم يشهدها البلد بمرحلة أصبح فيها البلد على كف عفريت، زادت أهمية هيك أفلام مثل فيلم مرسيدس اللي قد يذكر اللبناني عن خطورة الحرب وعن ضرورة تذكرها لما ترجع تنعاد. حلقتنا وضيفنا لليوم هو المخرج هادي زكاك. هادي اهلا وسهلا فيك، مبروك الفيلم الجديد. شكرا. كنت سامعهم هول التعليقات اللي شفتهم بالريبورتاج، هيدي باميلا هيك سحبتهم سحب من الضيوف يلي كانوا عم بيحضروا الافان بريمير. هادي من المرسيدس من السياره، حكيت عن عائله واتجهت كمان لتحكي عن وطن. هو الوثائقي 26 كنا عم نقول
لإلك، بس بمعظمهم حكيت فيهم ولو كل مرة من زاوية بس عن الحرب اللبنانية. ليش؟ بعتقد لأن خلقت مع هيدا الحرب، والأفلام هي طريقة للواحد يطلع هواجسه ومخاوفه. بعتقد لأنه كل يوم بنضلنا خايفين ترجع تنعاد الحرب، يعني من أسبوع كنا بهذا الهاجس، ممكن أسبوع المقبل. فالأفلام هي طريقة علاج نفسي لهذا الموضوع. بس دايما براسك سيارة مرسيدس، يعني هي البطلة بالفيلم كانت. اجت هي البطلة لأنه مثل ما بتلاحظ هي كثير موجودة بكل تاريخنا، إن كان قبل الحرب وخلالها، ولقيت أنه هي فيها تكون كتير مفتاح وباب لأرجع فوت على كل موضوع التاريخ اللي هو كمان كتير بهمنا، يعني تاريخ بشكل عام مش بس الحرب اللبنانية. 60 سنة من تاريخ لبنان الحديث بسيارة، كيف المشوار؟ طويل. مشوار كتير طويل متعب، ولأنه كمان يعني مشوار استغرق حوالي 4 سنوات، وكان في تفاعل كمان مع حالة السيارة اللي هي يعني عمرها وصلت على لبنان سنة 60 وشافت كثير اشياء، وصحتها اكيد، وعم بعيش شيخوختها كل مراحل عمرها. شو ابرز المحطات اللي وقفت عندها، وكيف نقيتها؟ نقيتها قبل كل شيء، نقيت البطلة الاساسية هي المرسيدس 180 اللي عندها لقب بلبنان المدعبلة بسبب حجمها. ومع وصولها اكيد كانت سيارة كثير محترمة، وبعدين تدريجيا جبرت تشتغل وتنزل على الطريق، وهون بلشت تكتشف غير وجه من لبنان، لأنه هي جاي على هذا البلد اللي بيجمع الشرق والغرب. بلشت تشوف وقت الواحد بينزل على الطريق بيكتشف الوجه الأكثر الواقعي والحقيقي. وبعدين دخلت بكل الأحداث، وبما أنه هي بتنتمي لعائلة كتير كبيرة، العائلة كمان دخلت مجال السياسة، وهي كمواطنة أنه كانت عم تتفكك شوي هيك، حالتها كتير شبيهة بحالة الوطن مقابل العائلة، كتير شبيهة بالوضع الطائفي تبول البلد، اللي هو لتكون قوي بدك تكون منتمي لطائفة. هادي هو وثائقي، يعني ما في قصة بتبلش وبتخلص، هو فيه لعبة، يعني فيه مزيج، لأنه في شو هيدي اللعبة؟ كيف ركبتها؟ فيه لعبة اختبارية اللي هي أنه في عندك قصة السيارة وقصة العائلة، ومن خلالهم عم بتشوف القصة الأكبر اللي هي تاريخ الوطن. ومن هيك يعني كيف ركبتها؟ في في او في ما فيه في او كمان، مين عم بيحكي؟ مين ولا ما في صوت؟ فيه شغلك مثل ما قال اميل، فيه كتير شغل كبير على تصميم الصوت، بحيث انه في عنا اشياء مكتوبة مثل الافلام الصامتة، بس في بحث كتير طويل ان كان بالارشيف الصوتي، مثل ما في بحث بالارشيف الصورة، اعادة تكوين كل اصوات الحقبات من الستينيات لليوم، مثلا عبر الراديو شو كان ينسمع على الاخبار، وموسيقيا كمان كيف كل حقبة في إلى موسيقتها الخاصة. طبعا شغل منه سهل، أخذ 4 سنين، وبهالسيارة يلي هي سيارة كمان الفقرة وسيارة الميسورين، وهذا الشيء المميز، سيارة الحزبيين والرؤساء، والسيارة كمان اللي تعرضت شهدت على التفجيرات والاغتيالات. بقى جولة بتاريخ لبنان بستين سنة من تاريخ لبنان. مثل ما حكينا أنه أفلامك مطبوعة بهالحقبة السوداء والمرة من تاريخ الوطن، بهالفيلم شو الجديد اللي عم بتقوله، او شو الهاجس اللي عم بتوصله؟ الهاجس هو بما اني عم بغطي 60 سنة وبالبحث المستمر كمان بالارشيف، الهاجس هو انه اوكي، في جملة بنعرفها دايما انه التاريخ بعيد نفسه، بلبنان بعيد نفسه بكل 10 سنين يعني كذا مرة. يعني ما عنا كتير ننسى، ومع هذا مننسى، بقى شيء مخيف. من هيك بلاقي أنه خاصة بهذه الفترة، يعني من جمعة كنا عم نقول له رجعت، بقى لازم، يعني بحس أنه كمان أنا كتير بدي أنه الشباب يروحوا يحضروا، لأنه مننسى مرات، ننسى شو يعني حرب، شو يعني المأساة الحرب. هذه قديش عملت أبحاث كمان عن المرسيدس؟ كتير، لأنه بالنهاية أنا عم برجع شوف ضمن صور الأرشيف وجود السيارة، يعني ما في وقت تروح تنمشي على أرشيف رح يقولوا لك سيارة مرسيدس تعبر الطريق، بدك تقعد تحضري. من هيك قعدت يعني على فترة كتير طويلة أحضر كل شيء في أرشيف للاقي السيارة وتفاعلها مع الأحداث الأساسية. والشغلة أنه الملفتة أنه مرسيدس كمجموعة الموديلات كانت موجودة على الساحة السياسية والتاريخية بشكل كتير قوي. طيب ليش نقيت سيارة تحكي من خلالها أو بلسانها، وليش المرسيدس؟ يعني كيف خطرت على بالك الفكرة؟
هي بلشت اول شيء بتذكر من شي 10 سنين التقيت بمخرج الماني وسالني قال لي اكيد انتم كبلد فرانكوفوني سياراتكم اكثر شيء رونو وسيارات فرنسيه. قلت له لا والله بتعرف اكثر سياره عندنا مرسيدس، هي السياره الوطنيه انه اللي بتجمع كل الطبقات. ومن هون بلشت انه ركز اكثر على السياره قديش موجوده. وقت عملت كمان افلام ثانيه مثل تاكسي بيروت شفت علاقة حتى شوفرية التاكسي قديش وطيدة بهالسيارة، بحبوها أكثر من مرته. أكيد بقى يعني فترة صرنا نقول إنه يعني التاكسي أو السيرفيس هو مرسيدس. مزبوط أول ما بتشوف تاني. وغير إنه كل موديل عنده كمان اسم لبناني لقب الشبح والعطش ولف وواصة وبعدين دغري بتطلع على النمرة إذا حمراء يعني صرت تفتك سيارة المرسيدس. شركة المرسيدس اتصلت فيك؟ لا انه يعني الفيلم ما فيه اي هدف دعائي لانه فيلم كمان كتير تاريخي سياسي ما عملوا سبونسرينج بعدين ما فيه موديلات جديده كلهم كله قديم. هادي بيقولوا انه كتار بيقولوا انه الفن ما بيحرر اوطان وما بيغير ذهنيات. على مدى 26 وثائقي بيحكي نبض لبنان من يلي تابعوا افلامك، حسيت في ناس غيرت نظرتها للاشياء بعدها؟ هو سؤال كتير قوي. انه بمعنى صحيح الفن والافلام هي بتعملها انت لتوعي ولا تجرب تعمل شيء. بعتقد اكيد الافلام ما بتغير واقع، بس في شغلتين اساسية بتعملهم. اول شيء بتخليك انت ما تتغير لانه الواقع كل يوم في غيرك لك بقى كتير منيح انه انت ما تتغير. وثانيا انك تسجل الشيء اللي ما عم بيتغير. منيح انه انت ما تتغير؟ كتير اساسي انه انت تضلك تطلع على المراية وتعرفي حالك. هادي لما بدك تحكي عن فيلم او تحكي عن حقبة معينة من خلال الافلام، شو اللي بعد ما قلته عن الحرب اللبنانية؟ يعني من بعد 26 وثائق تقريبا حكي عن الحرب اللبنانية، شو الجانب اللي بعد ما حكيته؟ هلا مش كلهم حكيوا عن الحرب، بس انه بعد في شيء معين بالحرب ما قلته بدك تقوله بعد بفيلم جديد؟ لانه ما هي نحن دائما بنعرف امتى بلشت الحرب، بس ما عندنا اي تاريخ لامتى انتهت. وطالما ما عندنا هذا التاريخ بضل في موضوع اكيد نحكي. بلكي بنضل عم نعمل حرب على الحرب، مش هيك؟ افضل نضل نعملها بالافلام اكيد يعني. اكيد اكيد. هادي بدنا نقول انه الفيلم رح ابتدى عرضه بالمتروبوليس صوفيل بالاشرفيه. اليوم ببلش العرض الرسمي في 4 عروض يوميا. اي اوقات؟ 3، 5، 7:30 و10. ومده